مراسله كنا درناها في 2021 شهر 11 في 22 السيد المندوب الاقليمي ديال وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، ودنا درنا تذكير في 15/4/2022 باسم اربعه ديال الهيئات السياسيه اللي كتمثل مقاطعه الناخيل. وهذا السيد المندوب ما جاوبناش لا بيه لا بلا، لان احنا بغينا اعاده بناء هذا المسجد. السلام عليكم، حنا تناشد الناس المسؤولين على هذا النخيل، بان هذا المسجد هذا راه المده ديالو دابا 8 سنين هو مغلق. منين كان هذا الدري هذا عنده 10 سنين، دابا هذا الدري هذا عنده 18 سنه وبيصلي وما تلقاش فين يصلي. تنمشيو كاع لواحد المسجد اخر هنايا ديال القريه السياحيه، كنتلقاو بزاف ديال التحرش من الناس، ما تيبغيوناش نجيو نصليو عندهم. فاحنا من هذا المنبر هذا تناشدوا الناس المسؤولين باش انهم يفتحوا لنا هذا المسجد، لان راه 8 سنين راه بزاف، واخا يبنيو شي حاجه كاع ما كاينه. وعينا ما نهضروا، مشينا هضرنا مع الرئيس ديال الجماعه، هضرنا مع بزاف ديال الناس، حتى واحد ما رد علينا. بغينا نعرفوا واش هذا المسجد بيبنيو لنا ولا يعطيوه لهاد الناس هادو الساكنه هما يتكلفوا به يبنيو. راه كاينين الناس مستعدين باش يتعاونوا يبنيو بيجيهم وبالمال ديالهم وكل شيء. راه حشومه، راه مسجد 8 سنين واخا يكونوا بيبنيو شي حاجه كاع ما كاينه. وانا من هذا المنبر هذا تناشد المسؤولين باش يشوفوا كيفاش يديروا هذه الفخاره هذه، بان راه مسجد واحد اللي ما تيتعدى حتى 150 متر اللي بتصلي فيه اكثر من 3000 ديال الناس. واش هاد الناس ما باقيش باهم يصليو؟ الا ما باغوش يصليو نديروا شي مصلى غير هنا حدا الواد ونصليو، وراه رمضان ثاني بيعاودوا يجيبوا لنا ثاني البرارك ويديروا لنا ثاني بان اجيو فين تصليو. لان راه حنا بينا مسجد يتحل فين نعودوا نصليو دائما، ماشي حنا تنصليو من رمضان رمضان، حنا تنصليو العام كامل. الله يجازيكم بخير، ديروا شي حل، الله يجازيكم بخير. السلام عليكم، هاد الندوة هادي اللي بنهضر، هاد الكلام اللي بنهضر معكم أنا عليه، تنهضر على هاد المسجد ديالنا، راه عندنا جوج مسجدات، واحد كنا تنصليو فيه الجماعة، وواحد تنصليو فيه ولكن ما قدناش، تنصليو في الطريق وفي الشارع اللي غادي جاي. وهاد المسجد أنا من 71 وأنا هنا، أنا وهاد السيد اللي معانا أول واحد هنا خدام في هاد الحومة، وهاد المسجد هو اللي قديم. تنمشيو لعند الشعبي، كاينين الناس تلقاهم عريانين، كاينين الناس اللي تلقاهم قاعدين في وسط سميتو في وسط المسجد. وهذا المسجد هذا شحال من هو مده، هو الاول مسجد في الفخاره، راه ديال مدينه، راه ماشي سميتو. تنطلعوا للجبال ونمشيو لقنوط اخرين وتلقاو مساجد اخرين وتلقاو احنا 10 سنين هذه المسجد مسدود، حشومه علينا، راه ما خلينا فين مشينا وفين جينا. وهاد سميتو هاد الندوه، حنا هاد الكلام اللي تنقولوا حنا تنطلبوا لله تعالى صاحب الجلاله الملك ديالنا الله ينصرو، هو اللي بينا يسمع لنا هاد الاخبار. وهاد الناس راه عيينا معاهم، صغار عندنا ما كاين مدارس، ها هي تمشيو العودة، تمشيو لباب الخبيس. كان المرأة اللي جرت ثلاثة أربعة ديال ولادها، كان تمشي لعينتي، وكان الناس اللي جارين ثلاثة أربعة، وحشومة، وهي مدرسة، هي جامع، فاش يسليو هاد الناس؟ راه هاد الناس هاد المسؤولين بهاد الشيء راه ما كاين، ما خلينا، جرينا عيينا، طلعنا هبطنا للعمالة، طلعنا للبلديات، والمسجد ما بغى يتصاب. راه حنا ماشي تما ما مسلمينش، راه حشومة، تيجيو الناس من برا وتيلقاو المسجد مسدود. احشوم عندنا وتمشيو عند الشعبي، ولكن الناس يقولوا لنا انتم تنصليوا في الطريق، تنصليوا في الجرازي، تنصليوا في سميتو في الطريق، احشوم علينا. واخا المسجد ديالنا يتصاوب لنا والله يجزيك بخير، وعاش الملك خير. هاد الجامع قديم من نهار عقلنا حنا، هو تيصلوا فيه الجماعه، تنصلوا فيه التراويح، تنصلوا فيه كل شيء. واليوم كيفاش تتسد؟ مده 7 سنين هادي ولا 6 سنين هو تسد، كيفاش؟ ودراري صغار وكبار تمشيو لبيبان عوده، كان تيمشي لعينطي، كان تيمشي القشيش والشانطي، ما كاينش مدرسه، ما كاينه والو، ما كاينش مدرسه معذبين. كلشي دابا هاد المسؤولين مشينا، ما خلينا مشينا عند الباشا، فتنا الباشا كاع ليه، تيقولوا لنا ما يتحلش. كيفاش اللي ما يتحلش؟ وجمعي من وراه تبارك الله تجلى جد قد هو صغير تيصليو فيه لوقاتو الجامعه. لا الله يرحم والديك، حنا بغينا غير مدرسة تقهرنا بالطرقان، عرفتي راه كل نهار تنمشيو الغدا نفيقو بكري وعندنا وليدات، نمشيو لعين الطين ما عرفتش باقي فين بغينا نمشيو، والله إلا عينا هذا الشيء بزاف وحق الله العظيم. إذا عرفتي المدرسة بغينا حنا غير مدرسة لولادنا، بغينا غير مدرسة، عرفتي تصور معذبين بزاف وحق الله إلا معذبين بزاف. نمشيو لعين الطين، حنا في الفخارة نمشيو لعين الطين، نمشيو القشيش، نمشيو للمقفول، مرة يقبلوهم لنا ومرة كاع ما يقبلوهم لينا. أما بنتي قاعدة ليا بلا مدرسة دروكا، عندها 5 سنين ونص وقاعدة ليا بلا مدرسة. السلام عليكم اخويا، تنتاسفوا على هذا الجامع اللي مسدود،
ازيد من 8 سنين. الدراري الصغار ما تيخليهمش يدخلوا للقريه مع والديهم في التراويح في رمضان مرارا وتكرارا، هذا الشيء تيتعاود مرارا وتكرارا. دري صغير ما يدخلش للقريه، والناس راه تما في القريه راه لا حول ولا قوه الا بالله. وتنتاسفوا على المدارس، هنا راه ما كايناش مدرسه ابتدائيه. الدري في الاولى ابتدائيه راه ما كايناش المدرسه، والديه يجيبوه ويديه ضروري. مدرسه في الفخاره ما كايناش، دخل داخل السور لا هبط العينيطي ولا باب الخميساج. وحنا تنضرب بعدا على ابتدائيه، هما الاعداديه خلاص تنطلعوا كاع حنايا للجبال. خير مثال وريكا امليل لهوينا، فين كاينين جوامع في الجبال. وتنشوفوا حنا تنتاسفوا على هذا الجامع، تنتاسفوا على هذا الجامع فوق من 8 سنين. بسم الله هذاك الله يستر عليكم. وتنطلبوا من قالك من جلالة الملك ووزاره الاوقات ووزير قال هذاك ديال قولوا انتم وزير توفيق ولا شي، قولوا ليه توفيق هذاك ديال الاسلاميه. راه هاد الناس راه 8 سنين وهذا المسجد هو مسجد. علاش؟ معقول احنا بهاد الفخاره؟ ما سميتنا احنا قديمه هنا، احنا اول دوار كاين في النخيل وجامعنا احنا مسجد. علاش؟ نقاش الله يكون في العوان. هاد الناس اللي مسؤولين هنا كل واحد تيهضر به علاش كورتو ما باش يتحل هذا المسجد ويوقف مع هاد مع هاد السكينه كلها. قال هذاك باش دير لنا هنا تيران باش يحلوا لنا مدرسه صغيره للدراري ولادنا العيالات. كاينه مسكينه اللي من 9 وهي بقى بلا ولدها حتى ل 12 من 12 حتى ل 6. واش هذا الراجل بغى يجي اش بغى يلقى؟ بغى يلقى الحجار ولا بغى يلقى الجامع؟ غنشوفوا الجامع إلا بغا يدخلوا هاد الناس للجامع، ها هو مسجد، بغا يمشيو للقرية، خاصهم يجوزو من السكانير. تفرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.